في أمسية ثقافية برفقة الأقارب والأصدقاء وأعضاء الهيئات التدريسية في مختلف الجامعات الأردنية، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. نلتقي اليوم لنسطر معا صفحة جديدة من صفحات الثقافة الأردنية. نلتقي اليوم لإشهار كتاب لامس الخطوط الحمراء في المجتمعات العربية، كتاب تناول القضايا الدينية بقداستها، والسياسية بأخطرها، والاجتماعية بحساسيتها. كتاب تحدث لنا عن التابوهات، أي تحدث لنا عن أخطر ما تم تداوله في عالم الورق الإبداعي وعالم الإنسان الواقعي. نقف اليوم على أعتاب كتاب يحمل بين طياته مفاهيم محفوفة بالجرأة والتحدي، يطل على مناطق غير مأهولة في الوعي الجمعي، مناطق تأبى القيود وتستلهم قوة الأدب في كسر أغلال الصمت والتقاليد. إنه حوار عميق بين الإنسان وما يعتقد بأنه محرم، وبين الفكر وما يخشاه من انفتاح. وهنا يقف الأدب كقوة تحريرية تجمع بين العقل والثقافة، تجمع بين العقل والعاطفة، بين الشك واليقين، وبين الحلم والحقيقة. في هذه اللحظات في 17 من أكتوبر، وفي لفتة نقدمها لتخليد الأدب الأردني الإبداعي، نستذكر الكاتبة الروائية الفلسطينية الأردنية ليلى الأطرش في ذكرى وفاتها. روائية أثبتت لنا أن للمعرفة وجوه أخرى ظلت حاضرة بإبداعها الروائي وأسلوبها المتجدد في كل رواية لها، منذ روايتها الأولى وتشرق غربا إلى لا تشبه ذاتها. روايات اعتمدت من خلالها قضايا على تماس مباشر مع المجتمع، قضايا التابوهات كاسرة حدودها. وهنا نشير أنه بالرغم من أن ثقافتنا العربية بنيت على منظومة من القواعد الراسخة التي يصعب فيها تقبل الخوض بالظواهر الدخيلة على المجتمع، لكن روايات الكاتبة المبدعة اقتحمت تلك الظواهر بتوظيفها للشخصيات الروائية، وكأنها حالات اجتماعية واقعية لنماذج مختلفة في قالب سردي أبان معرفة الكاتبة ومدى اطلاعها الكبير على علم النفس، كما وأفادت نصوصها من خبرتها في مجال الإعلام، فهي إعلامية ذات باع طويل كما تعلمون. كتاب التابوهات في الرواية الأردنية أعمال ليلى الأطرش وضح لنا أن ليلى الأطرش كانت خير مثال لكاتبات وضفن التابو في نصوصهن، بين أن كلمة الحق لها ضريبتها الغالية يدفع ثمنها كل كاتب متحرر من القيود يرفض أن يكتب إلا ما تمليه عليه قناعاته. وأختم كلامي في هذا السياق بقول ليلى الأطرش في حوار لها مع الصحفي جعفر العفيري قائلة: حين أتجاوز الخطوط الحمراء لا ينشرون مقالاتي، ولا تنسى أن ما يتحكم بالكتاب هو إيجاد وسيلة لا صف يحدها تقبل ما يكتب وما يقول، وعانيت كثيرا من تجاوزي للخطوط الحمراء، المنع من العمل والتهديد والمهاجمة على المنابر وفي الصحف وفقدان وظيفة والحرمان من جائزة كبرى، لكن وبرغم هذا كله ظلت الكاتبة وفية لمعتقدها الفكري. أما الآن فلنستمع إلى الأكاديمي المرموم أستاذ الأجيال، أستاذ الأدب الأندلسي، الشاعر الوفير، شاعر الكلمة الحرة، داعم الثقافة وصاحب القلم الفرد. نرى أبحاثه ومناصبه ومؤلفاته الشعرية والنثرية وإشرافه على الكم الهائل من الرسائل والأطروحات الأكاديمية، فنؤمن أننا أمام موسوعة علمية ثرية منوعة نحتت حروفها على الصخر لتخلد عاصية على الزمن. وزير الثقافة
الأردنية سابقاً ونائب رئيس الجامعة الأردنية، راعي هذا الحفل معالي الدكتور صلاح جراد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والأخوة الحضور، أسعد الله تعالى مساءكم بكل خير. أتوجه لكم بخالص التحية هذا المساء، كما أتوجه بخالص التحية إلى الأساتذة الأفاضل أستاذ سلطان وإلى الدكتور خليل والأخ إبراهيم، مع الشكر الجزيل طبعا لسالي على هذا العمل المميز الذي نعتز به. سالي تمثل صوتا نقديا مميزا. منذ أن سلمتني نسخة من كتابها قرأته مباشرة، وكنت قبل قليل أتحدث مع الشباب، مع الأخ إبراهيم والدكتور خليل عن هذا الكتاب، أنه إذا بدأت بقراءته لا تملك إلا أن تتمه، لأنه فيه متعة وفيه جاذبية، وأيضا كما قال الدكتور خليل يخلو من الحشو تماما. الكتاب يتميز بمنهجية دقيقة. أجمل ما فيه الاختيار، الاختيار في كل شيء، اختيار الموضوع، وهو موضوع حساس لا يقترب منه إلا كل مغامر وجريء. الاختيار الكاتبة الروائية ليلى الأطرش، كاتبة مميزة روائية، صوت روائي أردني نعتز به. ثم اختيار من كتب التقديم لهذا العمل، الأستاذ الدكتور نبيل حداد، أيضا أستاذ السرديات والمميز أيضا في دراساته وأبحاثه. وكذلك اختيار هؤلاء المتحدثين الأكارم عن هذا الكتاب. أنا حقيقة سعيد جدا بالمنهجية التي اتبعتها سالي في إعداد هذا الكتاب، منهجية علمية دقيقة. حتى الأخطاء اللغوية بحثت عنها، لم أجد إلا الشيء الضئيل، ربما سقط عفوا. المراجع والمصادر التي رجعت لها رجعت إلى قدر كبير ومهم من المصادر والمراجع العربية والأجنبية، مع اطلاعها على خبرات من كتب سابقا في مثل هذا الموضوع، موضوع التابوهات، موضوع المحرمات، موضوع المحذورات. لكن النجاح من المغامرة الأولى، هذا يبشرنا بأنها ستكون ناقلة مميزة بإذن الله في الساحة الأدبية والساحة الثقافية. شكرا لكم. شكرا لكم. شاعر وكاتب فلسطيني أردني له العديد من المؤلفات الشعرية، قال لنا في ديوانه أؤجل موتي، وفي قوله ما نستطيع الاستشهاد به بما يرتاد الروح لما يجري على الأراضي الفلسطينية. ما هذا الوطن الساكن في وعكتنا الفكرية؟ ما هذا الوطن المتفلت من بين أصابعنا؟ أطوي صحف اليوم أخبئها في أحد رفوف الروح، أتمدد في هذا الورق الأبيض كي أصبح أرضاً. إعلامي أثر الشاشات التلفزيونية الأردنية بتقديمه لبرامج عدة، منها الموعد، البرنامج الحاصل على جائزة أفضل برنامج ثقافي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته لعام 2024، استضاف في كل حلقة من حلقاته رمزاً إبداعياً في مجال الشعر والكتابة والدراما والموسيقى والفن وغيرها الكثير. وبمزاوجته هذه ما بين الكتابة والإعلام، ما يعطيه طريقاً وخبرة على الساحتين، الساحة الفنية والساحة الأدبية. الشاعر الإعلامي الأستاذ سلطان الفيسي، فليتفضل مشكوراً. شكراً جزيلاً سالي على هذه المقدمة
بحث عميق. اليوم يصادف طبعا كما ذكرت الباحثة سالي خليل وفاة الكاتبة الكبيرة ليلى الأطرش، ومن يعرف ليلى الأطرش يعرف تلقائيتها سواء في الكتابة أو في الوضوحات أو حتى على المستوى الشخصي، لذلك اخترت ألا أضع النقاط التي سأتحدث عنها على ورقة، اخترت أن أتحدث بهذه التلقائية. أستاذنا الكبير الدكتور صلاح جرار غطى في ما قال الجانب الأكاديمي لهذا البحث المهم والذي يعني يحتاج إلى أساتذة هذا الوزن وهذا الحجم ليتحدثوا عنه. أما أنا فسوف أتحدث عن هذا الكتاب كمتلقي وكمطل على تجربة الكاتبة ليلى الأطرش. في البداية سوف أشير إلى العنوان، اختيار هذا العنوان للبحث هو مغامرة، وهذه مسألة واضحة خصوصا فيما يتعلق في مجتمعاتنا العربية وما تفرضه من قيود. الأهم أنها وضعت في العنوان التبوهات في الرواية الأردنية وتحديدا في أعمال ليلى الأطرش. أزعم أن هذا الاختيار الدقيق، اختيار أعمال ليلى الأطرش، اختيار ذكي. لماذا؟ لأن ليلى الأطرش رغم أنها في مجمل أعمالها طرحت أطروحات تتعارض مع الخطوط الحمراء التي يضعها سواء المجتمع أو السياسة أو الدين أو غير ذلك، لكنها لم تكن كاتبة إشكالية، لم تكن تلك الكاتبة التي تبحث عن الأضواء، أيضا لم تكن تلك الكاتبة التي تضع يعني رأيا حازما وصريحا في رواياتها بما يجعلها تملي رأيها على القارئ. هي تضع آراء متضادة يحملها أو تعبر عنها شخصيات أعمالها وتترك للقارئ لائحة طويلة من الأسئلة. رحلة الإجابة عن هذه الأسئلة قد تكون ملمحا فكريا أو تغير ملمحا فكريا اعتقد به القارئ قبل أن يصل إلى قراءة رواياتها. أريد أن أؤشر إشارات سريعة. الدرجة الأولى، اللغة المكتوب بها هذا البحث لغة سلسة، لغة لينة، لغة ضيعة، هناك اقتصاد لغوي. عندما تقرأ النقد أنت تبحث عن فكرة، تبحث عن نقطة ولا تبحث عن سرد وحكي كثير وتأويلات وافتراضات إلى أن تصل إلى النقطة. أنت بحاجة أن تفهم ما يريد أن يقوله أو أن يقوله الباحث عن كتاب آخر. في غالب الأحيان عندما نقرأ دراسات بحثية أو نقدية نضطر أحياناً إلى قراءة الكتب التي كتبت عنها. هذا الكتاب تخفف من هذه المسألة وخفف بذلك عبئاً على القارئ، يعني تستطيع أن تطل على تجربة ليلى الأطرش من خلال هذا الكتاب دون أن تقرأ روايات كتبتها ليلى الأطرش على امتداد أكثر من 30 عام. وهذه يعني تكنيك أو تقنية ذكية في الكتابة، آلية ذكية في الكتابة النقدية. دائماً ما ينعت النقد أو الكتابة في النقد والكتابة البحثية تنعت دائماً بالمملة. في هذا الكتاب هناك اشتغال على هذه المسألة بحيث لا يبدو الكتاب مملا، الكتاب سلس وسريع ومريح، لا تعرف كيف بدأت وكيف انتهيت من قراءته، وهذه نقطة نجاح كبيرة حققتها الباحثة سالي خليل. النقطة أخرى تتعلق بالمقاربات التي تمكنت من أن تعقدها بهدوء وسلاسة، وهذا انعكاس أيضا للأمانة لأسلوب ليلى الأطرش. لو كانت ليلى الأطرش إشكالية لكان تناول هذه الروايات إشكالي بالضرورة،
ولا اضطر ربما الناقد ان يبرر نفسه احيانا بين السطور ويبدي موقفه قولا على قول ليلى الأطرش، ولكن براعه ليلى الأطرش في طرح التابوهات خففت ربما على سالي عن ايضاح الموقف بين صفحه واخرى او سطر وآخر. وهذا أيضا يضاف إلى رصيد سالي لأنها اختارت أعمال ليلى الأطرش واختارت أعمالا بدقة عن وعي. سوف أعلق على بعض الالتقاطات التي التقطتها في الكتاب. حدثت الباحثة سالي خليل في إحدى فصول أو إحدى صفحات فصول الكتاب عن التابوهات الدينية التي تناولتها ليلى الأطرش في رواية تشرق غربا. كان البطل مسلم والبطلة مسيحية. كان البطل مسلم والبطلة نعم مسيحية. وفي نهاية الرواية تم الزواج. على العكس في رواية مرافق الوهن، نعم، كانت الصورة معكوسة، كانت البطلة مسلمة والبطل مسيحي. تناولت ساري النموذجين، كان بإمكانها أن تتناول نموذجاً وتعرض عن آخر باعتباره تابو ديني، لكنها اختارت النموذجين. وهذا ذكاء في عكس صورة وعي الكاتبة وهي تطرح هذه النقاط. تقصد هنا الكاتبة ليلى الأطرش. فنجحت قصة الحب بين الرجل المسلم والامرأة المسيحية وتكللت بالزواج، لكنها لم تنجح عندما كان الرجل مسيحي والمرأة مسلمة. هذا يدلل على انتباه ليلى الأطرش إلى الخطوط الحمراء في المجتمع ودوافعها. في الدين الإسلامي يسمح للرجل أن يتزوج بكتابية، ولكن لا يسمح للمرأة المسلمة أن تتزوج بكتابية. أفهم أن أيضا المجتمع المسيحي يمنع زواج المسيحيات من المسلمين، ولكن هناك زيجات كثيرة في مجتمعنا، أو لا أريد أن أقول كثيرة، هناك نماذج لزيجات من هذا النوع نجحت، ولكن قلما نسمع عن زيجة من رجل مسيحي أو بين رجل مسيحي وامرأة مسلمة نجحت في مجتمعاتنا. وهي على كل حال عمل ذلك تحت اختراق القانون الكنسي. أيضا عندما تحدثت عن التابو وهو ربما خليط بين الديني والسياسي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وبالكره لليهود بناء على ما يعني الصورة الصهيونية التي تتبناها ربما الديانة اليهودية على الأقل على المستوى السياسي، ذهبت أيضا الكاتبة إلى مسألة الفصل بين العهد القديم والعهد الجديد. ونعرف أن الكتاب المقدس يتكون من لنقل فصلين، العهد القديم المتمثل بالتوراة والعهد الجديد المتمثل بالإنجيل، وكلاهما مقدسان في المسيحية. لأن التساؤلات الدينية التي خلقتها البطل في هذه الرواية أوصلتها إلى قناعة بأن اليهود حرفوا التوراة. وهذه مسألة ربما لا يتحدث فيها المسيحي الغربي كثيرا، وإنما يتحدث فيها المسيحي الشرقي لسببين. السبب الأول هو الوعاء الإسلامي الذي يعيش فيه، والمسلمون يعتقدون بتحريف اليهود لكتبهم الدينية ولا يعتبرونها أو لا يعتبرون مجملها نزل من السماء، بل وضع لاحقا وحذفت النصوص السماوية، فهذا يؤثر على الثقافة المسيحية العربية. المسألة الأخرى الحروب التي يثيرها اليهود في بلادنا، الثمن الذي يدفعه العربي سواء من دمه أو من ثقافته أو من اقتصاده أيضا يؤثر على الفكر المسيحي العربي.
تناول ساري لهذه المسألة أيضا كان ذكيا وأشر على هذه المسائل، وهو ما يؤكد أن انتخاب الباحثة ساري للكاتبة ليلى الأطرش تم بعناية، لأنها كما ذكرنا في البداية ليست كاتبة تابوهات إشكالية، إنما كاتبة تابوهات إصلاحية، هي تطرح هذه الموضوعات لكي تقول إنه حان الوقت لمناقشة بعض الأمور للانفتاح على بعض المغلقات تاريخيا في بلادنا وفي ثقافتنا لمعالجتها، وليس لإثارة جدل وليس لإحداث مبيعات أعلى كما يفعل كتاب كثيرون نعرفهم. الشيء ضده يذكر أحيانا، قبل سنوات سنة أو سنتين عرض مسلسل مصري لكتابة إبراهيم عيسى، وإبراهيم عيسى تعرفونه مذيعا وروائيا ويطرح نفسه أيضا مفكرا مصريا، كان هناك مسلسل من كتابته اسمه فاتن أمل حرب. من يشاهد هذا المسلسل يعني يشعر بتحريض من الكاتب على الخطوط أو على اجتياز الخطوط الحمراء. لماذا؟ لأنه يخبئ نصف الحقيقة، هو يعمي بعض المسائل، هو لا يتيح للشخصيات في العمل فرصا متكافية. فهو المسلسل يتحدث بالمناسبة عن حق الحضانة بعد الطلاق، وتحاول البطلة أن تحصل على حقوقها ولكنها تصطدم مع الدين كما يقول المسلسل. العلماء الذين يقدمهم المسلسل علماء إسلاميين لا يجيبون الإجابات التي نعرفها نحن في موضوع الحقوق، يجيبون إجابات قاصرة وعاجزة، وهذا يشكل موقف عند من لا يعرف الإجابات الحقيقية. ليلى الأطرش رغم أنها كانت يعني تنتمي إلى عائلة مسيحية، لأنها عندما كانت تكتب في القضايا التي تخص الدين الإسلامي كانت تبحث على ما يبدو كثيرا وتقدم وجهة نظر متكافئة لكل شخصية من شخصيات الرواية، وهذا أيضا يضيف على رصيد ساري في اختيار هذه الموضوعات في روايات ليلى الأطرش على وجه التحديد. لم تذهب إلى موضوعات لم تشتمل على فرص متكافئة لتحاكمها محاكمة تعسفية، إنما اختارت النماذج المتكاملة ذات السمات الواضحة التي يمكن إخضاعها لمعايير نقدية حقيقية. بذلك يمكنني أن أقول أن ساري اليوم نحن في زمن المراهنات فيه صعبة، والمراهنات مكلفة ليس فقط لمن يراهن وإنما لمن يراهن عليه، أحيانا يراهن أحيانا على كثيرين فنفشل نحن في الرهان ويفشلون هم أيضا في إتمام المسيرة، ولكن هناك مؤشرات واضحة على ناقلة مبشرة تهتم بالتفاصيل المهمة وتهمل التفاصيل غير المهمة، ذكية في الاختيار وذكية في المعالجة أيضا وفي تتبع مصادر إلهام الكاتب سواء الإبداعية أو الفكرية. لذلك أدعوكم إلى قراءة هذا الكتاب وأدعوكم أيضا من خلاله إلى قراءة أعمال ليلى. شاعر وكاتب مسرحي موثق للعديد من أعمال وزارة الثقافة وندواتها ومؤتمراتها، معد برامج تلفزيونية وإذاعية، محرر لمجلات خليجية ثقافية وأدبية، حاصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة لنشاطه وحضوره المميز المستمر في الإعلام الثقافي، باحث في اللهجات العربية والخليجية، وله الكثير من النصوص الأدبية في المكان وأدب الرحلات، مدير تحرير دائرة الشؤون الثقافية والفنية في صحيفة الرأي الأستاذ إبراهيم السواعي، فليتفضل مشكورا. أستاذ الدكتور صلاح جبار الأكرم،
الحضور الكريم، الزملاء الكرام، يعني شكرا اولا على هذه الاستضافه في رحاب دائره المكتبه الوطنيه، وشكرا للاستاذ الدكتور نضال هيصرة ولكادر المكتبه، وشكرا لراعي الحفل على ما امتعنا به من تلخيص رائع، وشكرا ايضا لزميلنا المبدع الشاعر الاديب والاعلام الكبير الاستاذ سلطان قيسي على هذه الارتجاليه الرائعه التي تدل على نباهته وحضوره وفهمه وربطه للمواضيع طبعا في فترات كتابه الروايه والان بما نعيشه يعني من هموم فكريه وثقافيه وانسانيه ووصائل تتعدد وتستنسخ يوما اثر يوم. الحقيقه الاستاذه سالي يعني نتمنى لها ان تنضم سريعا وستنضم فعلا الى قائمه المبدعين والنقاد بما اوتيت من مقدره على الاستخلاص والتبويب والاستنتاج والاحالات والمرجعيات، وهو كتاب كما يعني تفضل معالي راعي الحفل وقال بان من يقرا اول فقره من هذا الكتاب لن يمله وسيظل على التواصل معه. لماذا؟ لانه يقدم ثقافه وفكرا ويقدم ايضا عبارات ادبيه في الروايه والشعر، الشعر والجمال، وايضا يغير من ذهنيه القارئ المتزمت باتجاه الانفتاح الانساني، وهي طبعا الروائيه التي تصادف يعني ذكرى تصادف ذكرى رحيلها هذا اليوم، هي روائيه قديره وذات تنافذات على الاعلام والثقافه والادب والابداع، وغنيه ب ويعني هي من عائله مثقفه وزوجها يعني مترجم كبير، وله مشروع ثقافي نعتز ونفتخر به، ويقدمه لنا الاستاذ سالي اليوم على طبق من ثقافه وفكر وادب وامتاع ايضا وتسلسل يجعل كل من يقرا هذا الكتاب يعني ربما يقوده ذلك الى كتابه الروايه او الى البحث حتى يعني في روايات ليلى الاطرش. انا من المقلدين في الاطلاع على اعمال الراحله الاديبه الكبيره ليلى الاطرش، ولكن من خلال هذا الكتاب يعني حفظت عناوين الروايات وفهمت شخوص هذه الروايات حينما يعني وهذا جهد ليس يسيرا بالفعل، حينما شخوص هذه الروايه توظف في المقاربات الدينيه وفي الوقت ذاته بالمقاربات السياسيه وايضا في القيم الاجتماعيه كمسكوت عنه او كمحظورات يعني كانت هذه الروائيه رحمه الله تنبش في المسكوت عنه قوميا وعربيا ونضاليا وانسانيا على صور مختلفه. لذلك احببت يعني ان الخص كل ذلك في هذه الورقه، فتحملوني ساقرا يعني معطياتها يعني سريعا لان نحن نتحمل عن هذه المنصه مسالتين الأين. الاول اننا سنحتفي بالمؤلفه التي نبارك لها ايضا انها انضمت حسب ما اخبرتني الى الجامعه الاردنيه كمحاضر غير متفرغ. يبين كم هي جامعاتنا يعني تحتفي بابنائها وتدعوهم الى المشاركه، وكم خرج هذا الرجل الدكتور صلاح جران من اجيال، وكم حقق موقع الثمانينات، وهو اندلسي الهوى وباحث عريق وشاعر قدير ما يزال يعني مثقفا منخرطا في كل محاضرات الشباب وابداعات. شكرا لك. شكرا للدكتور خليل الزيود لان الاختيار ايضا كان موفقا، لان علم الاجتماع يتقاطع مع الادب
والقيم الاجتماعية التي هي طبعا يعني تمثل الإنسان في نهاية المطاف. فهي القراءات إن شاء الله تكون متكاملة، مع أن يعني الزميل سلطان القيسي يعني قال كثيرا مما نود قوله وكفانا مؤونة الحديث في هذا الموضوع. فيعني هذا الإصدار فيه ثقافة، فيه معرفة، يشتمل على عبارات أو أسطر أو حوارات روائية إذاعية ذات لغة جيدة، وفيه كذلك فكر، لأن الروائية ليس منبتا عن مجتمعه ومحيطه وعروبته أو قوميته أو إنسانيته، كما أن هذا الكتاب يفيد المتخصص والهاوي وأصحاب التخصصات غير الأدبية، ويفتح عين القارئ على عنوان شهية على القراءة هو التابوها أو ما اصطلح عليه صحفيا تحت هذا المسمى، وما يندرج تحت هذا العنوان من مسؤول عنه أو مكروه الحديث فيه أو محظور المحظور. نحن نشكر للأستاذ سامي خليل تصنيفها وتبويبات عناوينها التي لم تأتي ارتباطا، وإنما جاءت مخاض مراجعات كثيرة واستخلاصات وإحالات وانتقادات، وهي لها موقف أيضا، وسرعان ما تنتقد، وهذا يعبر عن موقفها. وأنا بالمناسبة حفظت يعني كل الإحالات والمرجعيات التي في الكتاب. إبراهيم خليل معروف أنه متخصص في أعمال ليل الأطرش، وإبراهيم الصعفين كذلك، وكل النقاد هؤلاء أعطتنا يعني نحن فائدة في أن نعود إليهم من خلال هذه الكتابة. وفي الماضي يعلم الدكتور صلاح جرار وأخي الأستاذ سلطان والدكتور خليل قبل عصر كانت المناحق الثقافية أرضية واسعة للتثاقف والفكر والقراء، وكانت هناك سجالات فكرية نفتقدها اليوم الحقيقة، ويعرضنا عنها هذا الكتاب يعني في منهجيته. وفي الساحة الثقافية نحن نحتاج من الأكاديمي أن ينخر قبل أسوار الجامعة. والدكتور صلاح جرار يعني تجاوز ذلك، وحتى يعني منذ زمن بعيد وهو يشجع وحاضر في هذا المجال. المثقفون والمبدعون هم بنية الأعمال الأدبية، وعليهم تجرى الدراسات. ولذلك سالي خليل يعني حينما ذهبت إلى روائية وقدم لها الأستاذ الدكتور نبيل حداد، يعني هذا يعطينا أملاً وتفاؤلاً بأن الوسط الأكاديمي الذي كنا نظن أنه يستعني يعني بضوابطه وقراءاته وأكاديميته يدخل إلى الحراك والعراك الثقافي والإبداعي، والنتيجة هي إبداعات تتواصل طبعاً في سجلات جميلة و يعني تكاملية، لأن النقد هو وجه الإبداع أصلاً الآخر، يعني لولا النقد كان الإبداع بدون ضوابط. ونتمنى على الدكتورة سالي مستقبلاً أو قريباً إن شاء الله يعني أن تدخل هذا المعترك بقوة، وليكون لها موقفها النقدي من القضايا، وأن تعيد يعني مع الشباب إلى النقد طبعا في ظل النقاد الكبار وتوجيهاتهم ألق النقد الحقيقي في ذلك. كانت اقتباسات الكاتبة المؤلفة أيضا سالي اقتباسات رائعة في كل فقرة يعني بشكل واضح، أنت مضطر أن تعيش تفاصيل لحظة بلحظة، خاصة في شكوى إنسانة مثلا من يعني عربية كانت تريد أن تشكو، فتتحمل الروائية الأطرش وتنوب عنا جميعا وعنها في هذه الشكوى. والرواية يعني ويعلم أستاذنا الكبير
هي ليست فقط عملا تقريريا وانما لها شروط فنيه ويعني ليست موضوعا فقط او ثيما وافكارا ولكنها فيها تقنيات فنيه هي الان يعني تبشر بخير في انا يعني بحكم كوني صحفيا في المجال الثقافي لدينا اعمال روائيه مبشره وفازت بجوائز عربيه ويشار اليها. لذلك يعني هذا الكتاب الاحمر حقيقه الذي يدل على يعني خطوره الموضوع أنه يعني اللون لم ياتي هكذا وعتبت نص العنوان واللون ايضا يشير الى خطوره هذه المواضيع وانها بهمة الأديب الحاذق القدير الذكي ممكن أن تصبح أمورا عادية وكثير من يعني لو قرأنا هذه الأعمال الروائية في التسعينات بالتأكيد تختلف عن العشرية الثالثة اليوم وأصبح كثير منها عادية وبالتالي هذا يعطي الأدباء يعني حافزا لكي يستمروا في النقد. شواهد الكتاب رائعة جدا كالتقاطات الروائية أنا استمتعت باللغة الشعرية الجميلة باللغة العامية بالشكوى التي تخرج من القلب على لسان شخصية الرواية البطل أو الشخصية المرأة أو رجل الدين أو مسيحية تريد أن تتزوج من مسلم أو حتى من داخل الدين نفسه أو مذهبيات هذا الدين وما تزال الحقيقة يعني مثار على صفحات التواصل الاجتماعي مثار حروب وإلى آخره كيف نتخلص منها وبادرت ليلى الأبرش قبل ذلك بنبش هذا الموضوع والتأشير عليه في الكتاب على ما أتذكر كان هناك شيء من الاستشراف للنصر الفلسطيني القادم وكانت سالي يعني أشبه بمن يعني يحضر كل هذه الأرواح الرائعة من المحفزات الأدبية والتابوهات في أعمال الرواية ليس سهلاً يعني أنت تستمتع بالرواية ولكن أن تصنف هذا المجال هو تابوه سياسي أو تابوه قيمي اجتماعي أو تابوه على الأقل يعني يعني ثقافي فكري هذا أمر صعب ويحتاج إلى دراسة وإلى تألم من الكاتب نفسه لكن رسائل الماجستير هي رسائل محكمة ويعني تحرج بعض الأعمال الأدبية اليوم التي تأتينا إلى الصحف وإلى المنابر وهي فيها كل شيء إلا الشعر أو إلا الرواية لأن هذا العصر يحتاج إلى تدخل النقاد الحقيقيين هم يباركون ولكنهم يحبسون في أذن الكاتب لئلا يستمر في هذا العبث الخالي من الإبداع فنحن بحاجة بالفعل إلى أعمال يعني وجبة والله هذا يجب الحقيقة أن يطبع في يعني مكتبة الأسرة الأردنية أو أي تظاهرات ثقافية لأنه مفيد جميعا فيه تشويق وفيه ثبت بالمصادر كما أشار الدكتور صلاح جبار ومنهج علمي وحتى حوارات صحفية الحوار الصحفي هو ملجأ و 180 صفحة يعني هي جرعات ثقافية وإبداعية يعني كتبت مادتها الوالية أطرش في توزعها بين مواضيع وقراءات وعموم إنسانية ووطنية وعربية وإنسانية ومقاربات كانت تصبها في هذه الحوارات. أريد أن أشير إلى أن الكاتبة مهدت بمقاربات كتسلسل يعني قبل تدخل إلى ليلى الأطرش ذكرت بعض المقاربات العربية والعالمية. ذكرت روايات من مثل رواية مدام بوفاري نعم للكاتب
لا الكاتب جوستاف أيوة، وأيضا ذكرت كتابا أقيمت حوله ضجة كبيرة وكتاب علي عبد الرازق المعلم بالإسلام وأصول الحكم، وهل الإسلام يعني يعطي شرعية للحكم أم أنه فقط الإسلام هو دين للعبادة، وأثيرت في الأزهر وفي ذلك في يعني 1888 نعم في تلك الفترة، وأيضا ذكرت كتاب عميد الأدب العربي طه حسين في الشعر الجاهلي الذي أنكر وقال بالشك وكذا، وهنا نستذكر العلامة الدكتور سعد الدكتور ناصر الدين أسد والمعارك يعني التي بينهما، هذا يعطينا يعني فرحة بأدبائنا وأيضا بسجالات في ذلك الوقت. وليس سهلا أن تقول الشعر الجاهلي ليس موجودا في الشعر العربي، لذلك هذا أيضا كان جرأة على النص، وذكرت أيضا رواية نجيب محفوظ أولاد حرب، وقالوا بأنها يعني صراع بين يعني مع السلطة في المرحلة الناصرية، وكما يعني تحدث الدكتور صلاح والأستاذ سلطان ذهبت بعد ذلك إلى تابوهات دينية مذهبية، تابوهات سياسية، تابوهات قيمية اجتماعية، وكل محور اشتمل على العديد من العناوين الروائية وقراءة أعماق الشخصيات الروائية وجواليات هذه الأعمال. هذا الكتاب سيكون ثريا لكل قارئ يقتني، وأنا شخصيا يعني صدع على نسخة الأولى من هذا الكتاب قارئ زميل نهل، فطلبت أن تخسر كتابا جديدا، فيعني هو في عهدة القارئ إن شاء الله، وفي الكتاب سيألف القارئ روايات وتشرق غربا وامرأة الفصول الخمسة وليلتان وظل امرأة ومرافق الوهم وأبناء الريح. لا الريح تحدثت عن أبناء الملاجئ والأيتام وكيف يتم يعني العنف عليهم والتحرش بهم وكيف، وهذه قضايا مسؤولة يعني الوزارات لا تريد أن تطول والناس والمجتمع والإنسانيات المهجورة. يعني أريد أن أطيل، هناك دائما تحت الرماد جمر وأحاديث وإنسانيات وفضفضات لا تلمس يعني أن تصبح مواضيع حريات وآفاق. الشرائع هذه مادة صعبة يصعب الخوض فيها، وسيتحدث الأستاذ الدكتور خليل زيود عن من منظور اجتماعي عن كيف يمكن أن تتجرأ على النص الديني. ف وكثير استخدم النص الديني كثير من الأدباء لسخرية ربما من مضامين يعني هي أبعد عن الدين السمح الحقيقي بكثير، و يعني هذا كله موجود في الكتاب، التوظيف الديني، الإرهاب، التأويلات الخطيئة والقدر، وفي السياسة أيضا ناقشة المكان السياسي للسجن ومآسيه، والحديث وحتى الفترة الناصرية جاءت بها، ونستذكر هنا يعني رائعة إنذار قتلان قتلوك يا آخر الأنبياء وإلى آخره. وفي النهاية يعني سأختم لا وقتك ثمين، وقتك ثمين والله، أنا قرأت الكتاب، قرأت الكتاب فقرة فقرة وفرحت بها والله، إن هذا الكتاب الحقيقة قدم لنا الروائية بطريقة بانورامية وكاميرا متحرك على أعمالها، وسيغير من الذهنيات وسيلقي الحصى في المياه الراكدة والساكنة، وسينشأ جيل من الروائيين يكملون هذه المسيرة للكاتبة ليلى الأطرش رحمها الله. وشكرا لك يا سامي مع حفظ ألقابك كافة، وشكرا للدكتور أستاذ سلطان، شكرا للدكتور خليل، شكرا للدكتور صلاح جرار، شكرا للحضور الكريم، شكرا لوالديها ولزوجها والذين يعني أعطوها هذا الدفق وجعلوها تخرج علينا بهذا الكتاب ومنحوها الآفاق الواسعة
تنضم إلى قائمة الكتاب والنقاد والمبدعين. شكرا لكم. الأوسكار التعليمي كأفضل متحدث لعام 2020 من حكومة دبي، له حضوره المتفاعل الواضح في الكثير من البرامج المحلية والعلمية، صاحب الكتابات الجريئة وصاحب الكتابات والآراء الجريئة المغايرة للمألوف. جاءنا في كتبه بعنوانات صادمة مثيرة للجدل، فقال للمقبلين على الزواج بأنهم ظلموا أنفسهم، وقال للمتزوجين زقفوا المتزوجين اللي ظلموا أنفسهم. وقال للمتزوجين بصيغة تحذيرية: إياكم والإنجاب، سيرة كبيرة غنية عن التعريف، آثر الحضور رغم انشغالاته وسفره ليكون بيننا اليوم. المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير وشكرا جزيلا على هذه الدعوة. وأنا أكون اليوم في الحقيقة متحدثا معك يا سالم، في الحقيقة لو كانت ليلى موجودة لكانت فخورة، فعلا فخورة بك، لكن أتمنى أن تكون هذه أول قصتها إن شاء الله. طيب، مساء الخير بكم ومساء الخير أستاذنا وأستاذ الكريم وما يرضى عليكم، شكرا والله لو ذاك خلص، أنا مستمتع بهذا الأداء وهذا الإلقاء والموقف قلتي لأنه أنا ما راح أقول شيء. أستاذ سلطان هذا طبقة ريان عالية ما شاء الله، كلكم زي العسل والله الله يحفظكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على سيدنا محمد عليه السلام الذي لم يقل: المجتمع ليس بجاهز لنشر دعوته، فقط خاطبه ربه بقوله: فاصدح بما تؤمر. والصدع هو الشق في الجدار الساكن الصامت، وعندما وقف لكي يدعو إلى التوحيد على قمة تلة كان الرد من المجتمع المحافظ: تفلك، ألي هذا جمعتنا؟ هذا المجتمع ايش؟ المحافظ. كل ما حدا بده يحكي كلمه اليوم يقول لك ايش؟ احنا مجتمع محافظ، بس على ايش محافظ؟ الله اعلم. من هنا نبدا. شكرا اكيد للمكتبه الوطنيه واستاذنا الكريم صلاح الرابط الله عليك، شكرا انك موجود وكاتبتنا الانيقه، ذكرتني وانا اقرا في الكتاب. انا بالعاده هذا النوع من الكتب والله لا احبه ولا احب اقرا، وليش؟ لان اصير السلافه دراما وتسويق، كتاب وهذا وكذا، واحنا بده يحكي في الجنس او بده يحكي في الدين او بده يحكي في العلاقات او في السياسه، فيصير الموضوع شو اوف بس سوالف، فانت تنزعج لانك انت مو جاي تقدم عالم محترم. فقلت لها بس اعطيني كتاب خليني اشوف، ماشي انا موافق، بعدين اقول بس اقرا واعتذر وخلاص، يعني زي ما نسوي مع كثير ناس. نعم. جاب الكتاب والله اني تلذذت، قلت كتاب محترم عن كاتبه محترمه بقلم كاتبه محترمه، فعلا انت تقرا عنوان مثير لكن في التفاصيل الاثاره اللذيذه، يعني هذا يعني يخاطب الشق الاعلى من الجسد، يخاطب القلب، يخاطب العقل. فانت والله قلت انا موافق بدي اجيب بدي احضر، وطياره صارت فيها خربطه، حاولت اضبط الامور عشان اجي مبكرا عشان يكون عندي القدره اكون موجود. فشكرا سالي انك دعوتيني وسط هؤلاء الكرام والكبار، ولا شيء شجعني اكثر استاذ ابي حداد لا يقدم اي كتاب، يعني مستحيل يجي على كتاب تافه ويقدمه، معروف هو يعني خاصه يشتغل كرسي عرار، ولما عرفت ان الدكتور صباح سوف يقود المشهد قلت لا مستحيل الدكتور صباح يقبل يجي على سقف المتاع، لا ياتي الا على الثروه. وانا اقرا ايضا حضر عندي قوله الطيب المتلفي: واقدمت اقداما اتي. الله الله يا ساتر. فقلت بالضبط وهي تقرا تكتب كيف ليلى الاطرش تكتب، كيف انت استطعتي فعلا ان تظهري لنا ليلى الاطرش بهذه المناطق الجميله؟ قال: واقدمت اقداما اتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. وي كأنك تقدم مادة عشان تهز المجتمع لكنك تهزه عشان يصحى، ما تهزه عشان تسري، وتلك المسافة بين الأمرين. أنت أكثر من قضية الأولى، أنا كنت لما أقرأ ليلى زمان
كنت احاول استوعب هل هي من النسوان الضالات على لمسك الجلد وتكتب بس عشان تكتب حب الرجل والذكر والانثى كل حدا على الضفه ويشتم بعض ولا هي كانت فسئلت من احدى الصحفيات فقالت انقل لكم بالنص قالت اذا ما هي فلسفتك ككاتبه نحو الاخر والمقصود الرجل كيف تقرا الامور قالت هي رؤيه وليست فلسفه رؤيه بتاع الموضوع لان تلك العلاقه مع الاخر متغير اجتماعي ومنتج فكري مربون بالظروف المعاشه والتي تتناسل من الموروث والفكر السائدين لهذا تجدين انني لا اتحابل في كتاباتي على الرجل هذا صحيح هذا ليس جواب صحفي ليس جواب حتى صحفي ابدا يعني مو جواب علشان الشغف انت لما تقرا ما تجد انها بس نزجه ثانيه في كتاباتي على الرجل ولا اعتبره المسؤول الاول او الوحيد عما تعانيه النساء بل الوم النساء عاده لان الحقوق ليست منحه تعطى وانما تؤخذ فلا نقول شكرا فتحتون هالمجال نتسولف، لا ينبغي استاذ صح، اختلف ابدا مش يعني شكرا لكم انكم موجودين، لكن شكرا لزوجها انه سمح لها، عفوا؟ ابدا ابدا، هذا الطبيعي انه هي تشق القياده، بسم الله تفضل، بنتي قادره روحي، لكن شكرا انك سمحت، ولو ما سمحت ما تردي. شكرا لزوجها انه قبل ان تخرج من البيت لا كانك احد بالعكس شكرا انك قبلتي انك ترفعي اسمه يعني ما تخافي نصحتي مره لحالك والله اني بتفهم يعني معك شوي نصحتك نعم بل انه النساء عاده ان الحقوق ليست منحه تعطى وانما تؤخذ ولكن تؤخذ الدنيا غلابا والمثلث ماذا قال حبيبنا؟ قال ايش؟ وان ترد الماء الذي شطره دون فتسقى اذا لم يسقى من لم يزاحم هكذا ينتزع المكان كما انني اعرف يقينا ان ذلك ليس بالامر السهل في مجتمع ابوي ذكوري شوف الكلمه هذه لما يسمع المجتمع كلمه ابوي يفكر الاب والام غير صحيح الحديث عن النظام الابوي هو نظام السلطه القابضه على الانفاس مين كانت تكون ما بدنا نقول حديث عن أب وأم كانوا أبوا ضد أبائنا لا يا حبيبي فكر شوية وفي غياب منهجية واضحة للتصدي لدونية المرأة وتأكيدها شوف هذه العبارة الذكية من بين الأطرش سواء الخلط بين الموروث والنص الديني لم يكن في كل ما كتبت ليلى مشكلة مع النص الديني أبدا كانت مشكلتها مع الخلط أو على صعيد تغييب بعض النصوص والأحاديث التي تعني من شأن المرأة وتبرز كانت تنقص من قدرها مهما كانت ضعيفة أو ربما غير صحيحة بإجماع الأئمة. طيب نجي على السؤال الثاني، هذا السؤال الأول عن موقف ليلى. الموقف الثاني ما المشكلة في المحظورات يا جماعة أبدا، المشكلة دائما في طريقة التناول. أنت تستطيع أن تقول عن العسل الشهد وتستطيع أن تقول عن قيء الزنابير. قيء الزنابير، تفضل عن قيء الزنابير. مين راح يكون له نفس؟ نفس الصحن قدوا في ناس يقولوا والله يفضلوا هذا شاهد. إذا من ذلك المفرد اختيار المفرد اختيار المفهوم مهم جدا في تناول مثل هذه القضايا وأنت أبدعت في ذلك كما أبدعت أستاذ هذه المشكلة هذه المشكلة في المحظورات أنا عشان أبدأ أروح لابن خلدون ابن الحبيب ينقل ابن خلدون في المقدمة المظلومة يذكر قال ذكر ابن خلدون في مقدمته ينقل علي المسعودي في كتابه أخبار الفرس قصة حدثت في فارس في عهد براد بن براد وذلك أن الملك بهرام سمع ذات مرة صوت البوم فاستدعى رجل الدين عندهم، بس رجل الدين ايش يفهم؟ وكان يلقب بالموبيلان، صح استاذ بكسر الباء، نعم، وطلب منه أن يفسر له ما يقول البوم، ما في ما وراء شيء، لا شعر ولا شيء، قال تعال سلم لي شو البوم؟ فرجل الدين فهمان، نعم، شوف، وطلب منه أن يفسر له ما يقول البوم، قال له الموبيلان إن ذكراً للبوم إن بوماً ذكراً يريد أن يخطب الأنثى فطلبت منه أن يعطيها مهرها منها مهر عشر قرى خربة في أيام مهرام بن مهرام مين مهرام؟ الملك اللي قاعد يسأل فقال اسمع هذا يحكي لها إذا بدك تتجوز قالت له إذا بدك تتجوزك بدي عشر قرى خربانة مدمرة عاد بها الفساد شوارعها مقبعة الصف الصحي سايل في الشوارع موظفيها الحكوميين نايمين قالها سهل فايش؟ فاستهان الذكر بذلك قالها بس عشره؟
أي العهد براق ولا يجد لك أنس. وقبل شرطها وقال لها أنها لو دامت أيام ملك براق فإنه سوف يعطيها 1000 قرية خيبة لا 20. تعجب براق من كلامه بها فخلى به وسأل عن مراده وما الذي قصده بهذا المثل. أنت عاوز إيه؟ شوف من كل شيء خيف. فقال له المبذل الآن يطلع درجة. قال له خالق إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة ولا قوام للشريعة إلا بالملك وإلا بالملك ولا عز للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة والصناعة والزراعة وما شابه ذلك من أوجه التكسب ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل فإذا زال العدل انهارت العمارة وتوقف الإنتاج فافتقر الناس واستمرت سلسلة التساقط حتى ينهار الملك. شوف كان ممكن أن يكون هذا الشيخ أو الباحث أو الخريج أو الصحفي أو الوزير أو الإعلامي يطبل طبل ولا الفورا والبو والبو كذا قيسوا لا تعملوا قيسوا الأمور يقول عليها وزارة لكن جد قصة يحتاجها الناس بأدب وذوق وخاطبا. إذا مو مشكلتنا بمن يتحدث عن الجنس ولا عن الدين ثوابتنا ولا يتحدث في السياسة. إحنا مشكلتنا كيف نتحدث معارض ولا يعرف إلا الشتيمة. طب كيف يعني كيف ستكون معارضا تماما؟ واحد ينتقد الدين بس يتمسخر يعني يتمسخر على الدين وعلى المشايخ وعلى سيدهم وعلى المحجبات وعلى المنقبات بس يتمسخر عليه. طب يعني آسف وين النقاش الآن؟ نفس الفكرة في هذه الأشياء. طيب القرآن عبر عن ذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذا تعلمنا كيف ننتقي العبارة والمسألة لبوسا جميلا من أجل المعنى وجدلية اللفظ والمعنى قديمة في تراثنا. الرفث إلى نسائكم الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أيضا المفردة الجميلة. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن. شوف اللطف شوف مراودة امرأة العزيز بسورة يوسف مشهد كامل مكتمل الأركان عبر عنه القرآن بأجمل الألفاظ مراودة وتغليق الأبواب وبيتك. تقرأ الآية وأنت تخشى ما عندك مشكلة من يقرأها من أولادك وبناتك والناس. ليه؟ النقي المفردة التي تليل كان مستقبل الكبير ناصر الدين الأسد الله يرحمه يتحضر عنه ضيف في الشعر الجاهلي يقعد في أطراف الكرسي ونسمعه. كان يقول الطالب بالله يسأل فلته يعجب كان يقول يا بني أقتل الحز وأصل المفصل. أنت تضحك خلاص هذا من الأخير يعني تضيل الكلمة التي تعبر أن أن يجوع اللفظ وأن يشفع المعنى. اليوم إحنا محتاجين هذا أنه أحسنت والله أبدأت عن هذا الموضوع بيفرط في 10,000 صفحة تقريبا تماما. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا يمكن أنا أجيب جواب من القرآن ليه؟ عشان نقول لهم هذا النص العظيم استطاع أن يتحدث عن هذه المناطق الحساسة لكن كيف تحدث؟ هذا السؤال المركزي. طيب هل المجتمع مستعد مثل هذه النقاشات؟ ليس هنالك مجتمع مستعد. أنت تخلي المجتمع يستعد صحيح. يعني هل هنالك عندنا ولد صاحي للدراية كبير قديش عندنا ولد الصبح مصحى النوم احنا ونقول له بس مجهز حاله وفرش اسنانه وراح التواليت وراجع وواقف وماسك حقيبته يقول بابا وصلني. قديش عندنا ولد؟ طيب نتركه لما يصحى؟ لا صاحي نفتح الضوء ونطفي الاي سي عنده شيل الغطا عنه حط يده على كتفه يلا حبيبي يلا قوم يلا تلف تصرخ في الكريتور. ليه كل هذه وسائل لاجل ان يصحى المجتمع؟ وهذا جزء من ذلك انه احنا نشتغل عشان يصحى المجتمع. هل كان مجتمع النبي جاهزا صلى الله عليه وسلم كل الانبياء؟ هل جاءوا على مجتمعات جاهزه؟ يبعث النبي وليس معه احد. بس شوف يجي النبي وراه في النبي معه احد. اذا المجتمع كيف يتجهز هذه الطريقه هذه النقاشات هذه الحوارات هذه الجدل نختلف مع بعض. اقول ما يختلف عند دكتور صلاح شكرا. لا بس ما في شيء شدي مثلا كان وزير وعنده علاقات طيب تليفونين ثلاثة يصفوني خلاص او انا مش فوق عندي يلا طوالي احط نص وصار صفين والناس تنجو. هذا منطق؟ ابدا ليس بمنطق تنفيذ ذلك. كيف نعيد نقرا كيف نخلي المجتمع يصحى؟ طيب هل المجتمع مستعد؟ طيب كيف يصحى المجتمع؟ نصدم قناعات ولا اشخاص. انا لن اسيء الى شخصك لكني ساسيء الى فكرتك واهز فكرتك واشتك من جذورها والقي بها في بيانات بعد حوار ونقاش لاختلف معك.
بس لا يمكن ان شخصك مقدر، لكن فكرتك ليست مقدره عندي. فتح ابواب النقاش المستمر والمتحدث، الحوارات، المجالس اللي نناقشها، مو 70,000 موافقه عشان نقدر نناقش كتاب. لازم هذا يصير في اطراف، في نقاشات وفي حوارات، تقديم المتخصصين في مثل هذه القضايا. تماما، تقديم الاراء المختلفه. انا دائما اعلم الطلاب لما يقدموا محاضرات عن القراءه، اعلمهم شيء واحد، اقرا الكتاب ورد عليه. يعني وين في كتب؟ فلان، طب مين رد عليه؟ اقرا الفكره الاخرى، اجلس الحذوك منه واقرا له. اللي يقول لك اوعك تقرا لفلان، روح اقرا له، اوعك تسمع لخليل، روح اسمع لي. بس بشرط لا تقبل ولا ترفض الا لم تحطه على مصدرتك. هيك المعلم الجيل. الاراء الاخرى، تاريخنا مليان، تاريخنا واحد بحجم الغزالي وابن رشد. كتاب ابو رافض، صارت رافض، صارت الكتب كلها، المعلم الجيل رد كتاب هذا الكتاب رد انا. احب كتب الردود، لانك انت تعتقد بالفكره لما تقرا الرد يقول لك هذه الفكره ليست مسلم بها. يرجع ذلك ويقرا من جديد، فتح المجال للمعتبر والافكار تتوقع عشان تضل. هذا الكتاب ممكن عام 1997 ينطبع ونقعد هيك نسولف الباب مفتوح عادي ونحط اعلان ولا يمكن نسترجي. انا ابدا اطلع على الفضائيات واسولف الاشياء اللي قاعد اقولها. والله لو بعد ما درست صوتيه تلقات فيني ركبت الترند 10 مرات، لكن تخيل هل اجي واحكيها؟ لا ابدا. في سنوات قليله تنقيد النظر ممتاز. هل هناك فوائد من ضبطها؟ طبعا، لكن تتمكن الجبهه الداخليه من خلال التنوع والاختلاف. طيب الان كيف، طب بماذا تميزت اعمال الاطرش اللي بينت في هذا الكتاب؟ بماذا تميزت هذه الكاتبه وكتاباتها اللي بينت في كتاب السالي الله يرضى عليها؟ وين؟ اول شيء التركيز على الفكره، يعني ما في مناكفات. اثنين، الاهتمام باختيار يعني المفردات اللي تلبسها في النقاشية، يعني انت لا تقرا بالفصحى العاليه بينما كانت الفصحى العاليه كانت اجمل والذ وامتع عندي. يعني كل ما طلع لفوق، كل ما احتاج الكتاب والى معاجم كان الكتاب اجمل. طلع عندنا مثقف بالفتره يا دكتور صلاح وتحيه للجميع. والله يا دكتور صلاح قام على احدى الشاشات الكبيره لدينا. قال الكتاب كل ما احتاج القارئ انه ما يرجع لمعجم، كل ما استطاع ان يستفيد منه الجيل اكثر. لولا بس التلفزيون غالي، والله اكسر راسه. خوف هذا الكلام، بالعكس كل ما احتجنا الى المعجم اكثر، كل ما الكتاب استفدنا منه اكثر، لانك عم تضيف مفردات لك. لكن بالضبط، لكن للاسف اصبح قضيه انه اذا اردت ان اعرف هذه الكلمه ترجع الى المعجم فتستفيد بهذه الطريقه. الاهتمام باختيار المفردات، التاسيس للفكره، يعني انا مش كلام في بالي ولا كانت ممكن تقرا الفكره، هي تؤسس الفكره قبل ان تذهب اليها، يعني ما في شيء فج، ما كانت تندمج. جعل القارئ يصل للفكره قبل ان تمنعه وانت تقرا، فانت تقول لازم يفكر هيك. وهذا وين انا شعرته باقتباسات سالي. اقتباسات سالي كانت بالضبط تركز على ذلك، القارئ ينسج معها الفكره، يعني كانك عم تشاركها الكتابه. تماما، انت لا تقرا بس، ودائما اقول بس لو قالت هيك. تقرا شوي واقول هي قالت عباره اجمل من التي انت قراتها. ستة، الاهتمام بأن يقتنع القارئ بالفكرة بل ويدخل معها في الحوار. صح ولا غلط؟ زي ما فعل أستاذنا يوم شوي بالضبط. طيب، ختام، أنا ما راح أطول عليكم، كان بدي أن يكون هناك وقت حتى نقلص من الكتاب ونقرأ، بس ما نطيل عليكم هذا المساء. ختام، أنا أقول أن مثل هذه الكتب هي المهمة والمفيدة واللي تقدر أن تهز قناعات المجتمعات. ولكن عشان تنضج وتثمر هذه الأفكار تحتاج لوقت. شجرة تضع البذرة والتي يقطف الثمار غير الذي غرس الشجرة. إذا أنت مقتنع أنك تزرع وتقطف معناته هذا فشل. الذي يزرع لن يقطف، وهذه مهنة الأنبياء، يزرعون بعدين الناس يقطفون. ختاما أقول سلامي حب ما خف عنكم وأسكت كيما لا يكون جوابي وما شئت إلا أن أدل عواذري على أن رأيي في هواكما صواب وأعلم أقواما خالفوني فشرقوا وغبرت اني ظفرت وخاب. والسلام عليكم ورحمه الله. شكر من صميم القلب للمتحدثين على كلامهم الذي اعتبره شهاده فخر اعتز بها. نصل الى نهايه اللقاء الذي اضاء لنا افقا جديدا في الادب والثقافه. نختتم هذه الامسيه الثقافيه بالاستماع الى مداخلات الحضور الكرام.
شكرا شكرا.